المقالة دي مقالة مهمة جدا عن 7 حاجات لازم تعملهم أو تبطلهم عشان تريح بالك. طبعا راحة البال دي مهمة جدا، لأن الإنسان لو في قلق باستمرار وعمال بقى متضايق من ده ومتضايق من ده هتبقى مشكلة كبيرة. هو مساهم في يعني في 100% منها. لو اتعلم 7 حاجات يبطلهم هيريح باله. كان سبق قبل كده واتكلمنا عن حاجات تتجنبها، يعني حاجات لو عملتها تخش في الاكتئاب. طب ما تعملهاش يبقى انت كده هتبعد نفسك عن الاكتئاب. بردك 7 حاجات اهم، 7 اعمال لو بطلتهم بالك هيرتاح، بالك هيرتاح. لسه هنتكلم عن حاجات تاني السلسلة دي، هو دي تاني مقالة في السلسلة دي. 7 اعمال لازم تبطلهم لراحة بالك. طب اول حاجة ايه هي؟ ان انت تقلل العشم في الناس. ما تتعشمش في الناس، ان ده هيعمل العشم. شيل فكرة العشم دي من دماغك خالص. احنا في زمن يعني ممكن حتى ما تتعشمش في اي حد، لان ممكن تكون افكارك انت مختلفة عنه يعني، فانت بتتعشم وهو وجهة نظره حاجة تاني خالص، ان اللي انت بتعمله ده مش مظبوط. فانت تعمل ايه؟ تقلل العشم او بلاش قلل العشم او بلاش، لان بتتعشم في واحد وبعدين ما يعملش اللي انت عايزه بتتنكد انت وبتقلق او متضايق ليه ما عملش كده وتدخل نفسك في ايه. فاول حاجة تبطل او تقلل العشم او بطل خالص العشم. طب تاني حاجة، انا منتظر الناس تسأل عليا، اخويا اختي واحد صاحبي في الشغل او اي حاجة، ابني بنتي ابويا امي، انا اللي عايزه يسأل عليا، انا اللي عايزه يسأل عليا. فسؤال الناس ده عليك انساه، ما تفكرش ان حد خالص يسأل عليك. قول هو اعذره بقى عشان انت ما تتضايقش ليه ما سألش، وانا منتظر انه يسأل وهو ما سألش. بدل ما دخل نفسك في الموضوع ده قول انه مشغول. اسأل لو انت عايز، لو انت عايزه. غالبا دلوقتي انت لو سألت على حد يعني ممكن يعتقد انك عايز منه حاجة. لو سألت على حد يعني عايز منه حاجة، فالواحد بيقلق. انا شخصيا يعني كتير ناس ببقى عايز اسأل عليها يقولك هو عايز ايه، هو جاي لي ليه، طب يعني بقى كده. فالعتاب تالت نقطة، العتاب بطل تعاتب، لان العتاب بيقلب نكد وندم. بلاش عتاب، لان عشان هتعاتب بقى واحد يعني ده يعني هتعاتب ابنك هتعاتب بنتك هيقلب بنكد. كلمة من هنا على كلمة من هنا، هو كل واحد هي وجهات نظر زي ما قلت لك. العتاب بيقلب بنكد وندم. بلاش عتاب خالص. طب ايه الحل؟ يعني انت ما تقعدش تقول اصل انت عملت كده ليه بتعمل كده وكده، اصل انت كنت تعرف الموضوع ده وما قلتليش عليه، ليه ما قلتليش عليه كده. خلاص انت عرفت الموضوع، كبر دماغك. لان هتعاتب كلمة من هنا على كلمة من هنا هتلاقي نفس الموضوع دخل في ايه، في نكد. بيقلب العتاب بيقلب بنكد. فبلاش عتاب الا اذا كان بقى حالات نادرة. وده بيستدعيني ان انا كنت بعاتب حد، ان انا مرة كنت بحذر حد بقول له خلي بالك كذا كذا، قلب انت غلطان وانت اللي فاهم غلط. الكلام الكتير كلام كتير ملوش لازمة. يبقى تاني، يبقى احنا قلنا كده اول حاجة ما انت مش لازم حد يسأل عليك، ما تقعدش تنتظر الموضوع ده. قلل العشم، بلاش عشم، بلاش تنتظر ان حد يسأل عليك عذر. تالت حاجة، العتاب بيقلب بنكد، مهم اوي حكاية العتاب دي. 4، بلاش تزعل من الناس، لان انت هتزعل من الناس محدش هيشعر بتعبك، انت اللي هتتعب. دي نقطة مهمة جدا، يعني انت هتزعل من الناس، هم بقى في وجهة نظرهم الناس اللي زعلوك دول مش حاسين اصلا ان انت زعلان. فانت لازم تكبر دماغك، بلاش تزعل من الناس خلاص. يعني لقيلها مبرر، قول هو كده وخلاص، يعني ما نعرفش ظروفه ايه وخلص، خلص القضية وما تزعلش، ما تزعلش، لان انت اللي هتتعب.
صف زعلك مع ربنا بقى، يعني دور ربنا هنا بقى طبعا. يعني انا هقول لا عاتب، عند ربنا كله، عند ربنا. فوت، وسع مصافي قلبك زي ما بيقولوا. خامس حاجه، بطل تطلب حاجه من حد، لان دلوقتي في الزمن ده مفيش حاجه ببلاش، اصبح قاعده عامه. ده انا اعرف حاجه، يعني في مثل بين الاب وبنته، بنت تقول لاختها لا دي اسرار ما تقوليش لبابا مثلا، حاجات غريبه يعني، حاجات يعني من كده يعني. الشغل اسرار فعلا، الشغل اسرار او حاجات اسرار، بس مش للدرجات دي يعني العمليه. بس ايه، بطل تطلب حاجه من حد، مفيش حاجه ببلاش، اصبحت قاعده عامه. بل بالعكس، مش قاعده بقى عامه، ده هو عايز ياخد وما يديش، ما بقتش كده بقى، عايز ياخد وما يديش، ياخد وما يديش، ما يفكرش يدي، عايز يسحب بس. عشان كده بطل تطلب حاجه خالص من حد. ولو طلبت تطلب ليه اصلا؟ يعني هتطلب لان مفيش حاجه ببلاش. لما يجي هو يطلب منك حاجه وانت عايز منه حاجه بقى، ساعتها اقول له بقى ساعتها. بس طبعا يعني اعتمد على نفسك احسن. دي سادس حاجه. خامس حاجه، بطل تطلب حاجه من حد، بطل تتكلم وتدور على حد يسمعك ويفهمك، لان الناس دي الكائنات دي انقرضت. بطل تتكلم وتحكي مشاكلك للناس، والله احنا عايزين نعمل كذا يا جماعه، بيسمعوا من هنا وفواتهم من هنا، بيضحكوا بينهم وبين نفسهم جواهم، بيكبروا، محدش بيهتم اصلا يسمعك اصلا. فبالتالي بطل تتكلم وتدور على حد يسمعك، يعني ما تتكلمش عن حاجاتك، خليك كده كتاب مغلق، هو السين الناس تسألك وانت تجاوب، لكن انت تقعد تحكي كده. طبعا الكلام ده انا بتكلمه يعني صراحة لنفسي، لاني حقيقي وقعت في كل الحاجات دي. ممكن اكون برغي كتير، بتكلم كتير، كتاب مفتوح، على ان الناس يعني يفهموني لا بحب اتكلم. فطبعا دي مشكلة كبيرة زي ما بتكلم دلوقتي. بطل تتكلم وتدور على حد يسمعك ويفهمك، لان الكائنات دي انقرضت، هيسمعك بس كده ويفوت من ناحية تانية. كنت افتكر ان في حتى في الشغل ما بيطلبوا من حد حاجة ويلحوا بطريقة كتير، بيسمعوا من هنا وفوتوا من هنا. يعني كنت في شغل بيسمعوا الراجل اللي بيتكلم كتير ويزيد ويعيد، وهم خلاص اتعودوا على كده بقى، ده بيسمعوا من هنا وبينفذوا اللي هم مقتنعين بيه، مش عايزين يفهموا هو بيقول ايه اصلا. الكائنات دي انقرضت، يعني الدنيا كلها ماشيه في المعقول يعني. طب سابع حاجه واخر حاجه، تبطل تطول في قعده الناس. القعده بقى كتير، هاتوا اقعدوا بقى واقعدوا درقوا بقى. الود ده ما بيطولش، لان الكلام اللي بتقوله ده بيتحسب عليك. كلام الرغي ده والصحوبيات مع الناس في الشغل، تقعد ترغي مع واحد جنبك، في واحد تاني تتبناه وترغي معاه. بطل تطول في قعدة الناس، لان الناس اللي هم كويسين معاك دلوقتي بكرة هيبقوا اعدائك، ما تعرفش بقى هيستغلوا الكلام ده ازاي. اللي انت بتقوله ممكن بحسن نية بود، خليك بطل تطول في قعدة الناس. يعني حتى وانت رايح تزور حد، هم 5 دقايق وتمشي، يعني 2 3 دقايق تقول الكلمتين اللي عايز تقولهم وتمشي، حتى لو مسكوا فيك. كل ما تكون خفيف كده يبقى احسن. طب بطل تطول في قعدة الناس، لان حتى بعد حبة لو رحت عند حد هيقولك انت بتيجي عندي تشرب مثلا وتاكل وكلام كده، يعني ما يتقالش يعني. فالواحد يبقى خفيف كده ويبطل يطول بقى وما يبقاش عشم، لاني خلاص الزمن اتغير. بطل تطول في قعدة الناس. بس هما دول ال7 حاجات. ال7 حاجات دول هيخلوك ايه يعني، تكون كويس جدا يعني. في يعني ممكن نعيدهم تاني باختصار شديد، يعني دول ال7 حاجات هم: العشم، بطل تتعشم في الناس، بطل ان انت تستنى الناس تسأل عليك، بطل تعاتب الناس لانه بيقلب بنكد، بلاش تزعل من الناس خالص مهما عملوا، ما تزعلش لان انت اللي هتتقهر وانت اللي هيجيلك هتنكد على نفسك. يعني بطل تطلب حاجة من حد لانك بتطلب منه حاجة وما بيعملهاش، بطل تتكلم وتدور على حد يسمعك ويفهمك لان دي بقت عملة نادرة، بطل تطول مع في قعدة الناس لان القعدة في الاخر بتطول، بتبقى دمها تقيل وتبقى بقى دمك تقيل والدنيا بقت ايه، وكلام كتير اللي قلناه في المقالة يعني. يبقى العشم، سؤال الناس عليك، العتاب،
بتزعل من الناس، بتطلب حاجات وما بتتنفذش، بطل تطلب، بتتكلم وبدور على حد يسمعك، محدش عايز يسمعك اصلا، وحتى لو سمعك مش هيفهمك، وحتى لو فهمك هيكبر دماغه ويشتغل بحياته. بطل تطول في قعدة الناس ايا كان الناس، خليك كده مع نفسك، خليك مع ربنا. والشكوى لغير الله مازال، زي ما بيقول. طبعا في حد هيسمع الكلام ده ويقول لا، في لا بنتعشم في الناس، وناس كويسة، وفي ناس بتسأل علينا، وفي ناس بنعتبها بتبقى كويسة، ولا لما بنزعل يعني يمكن دي محدش هيعلق عليها قوي يعني، وبنطلب حاجات من الناس والناس بتجيبها لنا. انا طبعا بمر على النقط دي كلها. لا، ده في ناس بنكلمهم وبيسمعونا ويفهمونا. اقول له لا، انت لو لقيت حد فعلا متأكد من المعلومة دي، ده بقى صديق، بقى بيبقى صديق عزيز عليك وبياخد ويدي معاك، وفعلا ده بقى ما تسيبوش، ده تسيب كل الدنيا وتبقى معاه، بس تتأكد من ده. بطل تطول في قعدة الناس. لا، في ناس لو قعدت وطولت معاها ناس كويسة جدا والوقت بيجري بسرعة، بس يا ترى ده هيبقى حاجة مؤقتة لفترة بعد ما تعدي، ولا دي حاجة مستمرة؟ طبعا الناس الكويسة موجودة اكيد يعني، لكن انا بتكلم في العشم. العشم ده لو جيت اتكلم فيه يعني بقى يفضل ما نتعشمش بنسبة كبيرة جدا. سؤال الناس عليك يعني برضك نفضل ان هي يعني ما تزعلش منها، يعني العتاب يفضل انك ما تعاتبش الا في اضيق الحدود. بلاش تزعل بقى من الناس وتصرفات الناس، اعذرهم. انا بتكلم في جانب ايجابي دلوقتي. بطل تطلب حاجة من حد. لا، ممكن نطلب برضك، بس يعني في أضيق الحدود، لما نكون مضطرين يعني، ومش أي حد نطلب منه، مش أي حد. بطل تتكلم وتدور على حد يسمعك وفهم. لا، في ناس بتسمعك وتفهمك. أنا بس بتكلم في الجانب الإيجابي، بس عددهم كام؟ قليل جدا. والناس دول امسك فيهم دايما يعني، ما تسيبهمش يعني. وأوعى يكونوا بيسمعوك لهدف معين في ذهنهم يعني، مصلحة لحد ما تخلص وبعد كده تمشي. الناس دي يعني انت عملت تيست، لو حد سأل عنك من الناس دي، هي دي الناس المهمة. لكن انت النهاردة ممكن تفضل ترغي مع واحد كتير جدا، وبعد ما بتخلص بتتكل انت على الله، وهو ما بيسألش فيك تاني، مش فارق انت معاه اصلا يعني، مش فارق يعني، مضايق منك. لا يعني ما خدش الموضوع باللي هو ان انت في كونكشن بينك وبينه. بطل تطول في قعدة الناس. ممكن الناس تطول تقلب مشاكل بقى يعني، ما بتطول الناس بتضايق منك، ممكن ما تقولكش، يبقى دمك تقيل، يبقى رغاي، يبقى حاجات كتير جدا. اشكركم، ولو ليه عندك اي تعليق واي رأي تاني مخالف ياريت تكتبه بردك، نستفيد منه. شكرا.